وللحديث عن المساعدات التي قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية للعائلات المتعففة في حي الشهداء جنوب مدينة الفلوجة، ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر، سلام الله عليكم. يعني قدمتم في منظمة أم القرى مساعدات للعائلات المتعففة في حي الشهداء، لو تحدثنا أكثر دكتور عن هذه الحملة. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه الحملة تأتي في سياق الحملات المستمرة وفي مختلف المحافظات والمدن العراقية، سواء كانت في مخيمات النزوح أو في أحياء الفقيرة لتقدم السلات الغذائية للعائلات المحتاجة والمتعففة في هذه المحافظات. هذه الحملة الأخيرة كانت في منطقة حي الشهداء في جنوب مدينة الفلوجة، وتم تقديم 250 سلة غذائية على هذه العائلات الموجودة. هذا الحي هو من الأحياء الفقيرة بالحقيقة المعروفة في مدينة الفلوجة، في جنوب مدينة الفلوجة، وتأتي هذه الحملات الرمضانية في وقت هذه العائلات تعاني من العوز والحاجة للمواد الغذائية وإلى المساعدة. والمنظمة جهودها متواصلة في الحقيقة، وتقدم زادت من حملاتها الإغاثية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك. وكانت هذه الحملة أول يوم أمس في مدينة الفلوجة، وإن شاء الله ستكون هناك أيضا حملات قادمة خلال أيام والأسابيع القادمة. دكتور عبد القادر، يعني أنت قريب من أهالي حي الشهداء، إلى أي مدى أثرت الظروف الاقتصادية والصحية التي يعيشها العراق على أوضاع تلك العوائل خاصة في شهر رمضان المبارك؟ والله من الحقيقة يعني هذا يعني سؤال مهم. يعني هناك هذه العائلات بحق يعني بحاجة ماسة كبيرة، والأوضاع الاقتصادية والتي الأوضاع التي يمر بها البلد أثرت بشكل كبير على هذه العائلات. يعني هي في الأصل هي عائلات محتاجة فقيرة، وضعهم المادي أكثرهم هذه العائلات من ما من ذوي الدخل المحدود أو من العائلات يعني الأرامل والأيتام. فمن يطلع يقف على أحوال هذه العائلات وأكثرهم من النساء، يعني تسمع إلى شكواهم إلى معاناتهم. الحقيقة يعني هذا الأمر مؤسف جدا أن نسمع هذا الحال، هذه العائلات في بلد الرافدين، بلد النهرين، بلد مثل العراق. يعني فالعائلات يعني تعاني كثيرا وبحاجة إلى من يقف معهم ويساعدهم في ولا سيما في شهر رمضان المبارك. حاجتهم تزداد خلال هذا الشهر. والظروف الصحية في البلد أيضا أثرت بشكل كبير، حيث تعطلت الكثير من مهن هؤلاء أو أصحاب أو القائمين على هذه العائلات. فهم يعني حاجة إلى الدعم والمساندة في كل الأحوال. دكتور عبد القادر، هل هناك خطط لدى المنظمة لزيارة مناطق أخرى من مناطق العراق في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، وبالتالي توزيع مساعدات غذائية؟ هل هناك خطط مستقبلية في هذا المجال دكتور؟ نعم، هو في الدرجة الأساس كان التركيز على المواد الغذائية بسبب الحاجة إلى أكبر تكون خلال شهر رمضان المبارك. وذلك البرنامج الذي وضعته المنظمة خلال شهر رمضان المبارك كان هو تقديم السلات الغذائية في مختلف المحافظات ومختلف فروع المنظمة، في سواء كان الشمالية وفي الوسط حيث توجد مخيمات النزوح، وكذلك في المحافظات المنكوبة سواء كانت الموصل صلاح الدين أو في وحيث يوجد نازحون في شرق الموصل وأربيل، وكذلك في محافظة الأنبار، وكذلك في مناطق يعني جنوب بغداد. هذه الحملات مستمرة إن شاء الله خلال أيام القادمة وخلال شهر رمضان المبارك. هناك يعني عديد من الحملات سننفذها المنظمة
في خلال هذه الأيام القليلة القادمة بإذن الله. إن شاء الله. من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لكم.